مساء الخير على كل مشاهدي برنامج مصري أصيل في كل مكان. حلقتنا النهاردة حلقة مميزة جدا. أول فقرة هنتكلم فيها عن أهمية تعلم اللغة الألمانية وإزاي تقدر تستثمر في مستقبلك من خلال تعلم اللغة الألمانية. تفاصيل كتير هنعرفها وهنناقشها مع ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة في الاستوديو، الدكتور محمد فاضل أبو النجا، مالك ومدير مؤسسة ISI لتعليم الألمانية والترجمة المعتمدة بالمنصورة، ومحاضر لغة ألمانية بمركز الحساب العلمي بجامعة المنصورة. اهلا بحضرتك يا فندم، شرفتيني. اهلا وسهلا يا فندم بحضرتك وكل المتابعين ان شاء الله. في البدايه عايزين نعرف المشاهدين اهميه تعلم اللغه الالمانيه. اهميه تعلم اللغه الالمانيه طبعا زي ما المعظم عارف ان هي نابعه من ان هي اكثر الدول او اكثر انتشارا في الدول الاوروبيه، في المانيا، النمسا، سويسرا، ليشتنشتاين، لوكسمبورغ، ومناطق اخرى زي بلجيكا وبعض المناطق بيتكلمها معظم الدول الاوروبيه. كمان أهمية اللغة الألمانية طبعا مهمة، نابعة من العجز الصارخ في العمالة الألمانية، وبالتالي هو بيحاول ان هو يعني يسد العجز اللي عنده بان هو محتاج عمالة من بره ألمانيا، فبالتالي انا محتاج ناس كتير جدا يتعلموا اللغة الألمانية. برضو أهمية تعلم اللغة الألمانية، كلنا عارفين لو انا مثلا رايح النهارده ادور على اشتري ماكينة ألمانية او عربيات، معروف ان افخم عربيات هي عربيات ألمانية في السوق. برضه لا قدر الله لما يكون في لاعب كرة قدم حابب ان هو يعمل مثلا عملية رباط صليبي لا قدر الله، اول دولة بيفكر فيها بيروح ألمانيا. فألمانيا مشهورة طبيا بالاخص طب العظام وطب البيطري، هندسيا فألمانيا تقريبا عملت حالة كبيرة ادت الى ان احنا نهتم باللغة الألمانية اللي حابب ان هو يسافر او يستثمر في نفسه. وكمان التطور التكنولوجي بيحتاج كمان ان احنا اي حاجه حديثه محتاجه ان يبقى كل انسان معاه كام لغه، اكيد هيحتاجهم في مجالات عامه اكيد سواء طبعا داخل مصر او خارج. اكيد طبعا اللغه طبعا منهم طبعا اكيد طبعا طبعا. وفي حاجه كمان مثلا، ايه اللي بيميز دراسه، لو انا طالبه دلوقتي وعايزه ادرسها، ايه اللي بيميز دراسه الالمانيه عن غيرها من اللغات الاخرى؟ ده لو انا مثلا بتكلم على طالب في ثانويه عامه هختار اللغة الألمانية ولا غيرها؟ السؤال طبعا كويس جدا. بالنسبة لأول حاجة إن اللغة الألمانية كل ما ينطق يكتب، وده أما يميز اللغة الألمانية. تاني حاجة، أنا كطالب أو كولي أمر ما أكون محتاج إيه من اللغة الألمانية، أو محتاج إن أنا أختار لغة تانية، محتاج منها إيه؟ محتاج منها إن أنا في ثانوية عامة أقدر أقفل الدرجة النهائية. طبعا في فيديو مشهور لأحد الوزراء التربية والتعليم هو بنفسه بيشهد إنه اللغة الألمانية من اكثر اللغات او اخطر اللغات تأفيلا في الدرجه النهائيه في الثانويه العامه على مدار، وفي ممكن نرجع لاي احصائيه ورا ما بالامانه، بس كان في سنه واحده بس فيها ضروب في الالماني، لكن قبل السنه دي وبعد السنه دي كان بفضل الله الالماني هو رقم واحد في اللغات الاجنبيه في تأفيل الدرجات. ده رقم واحد بالنسبه لي انا هختارها على المستوى القريب. على المستوى البعيد انا بأهل نفسي من خلال تعلم اللغه الالمانيه في ثانويه عامه ان يكون معايا لغه او خدت البيزك بتاع اللغات، اللغه الالمانيه، عشان بعد كده لما اجي اسافر سواء دراسه او عمل يبقى معايا حصيله لغويه كويسه استخدمها بعد كده اكيد. طبعا طبعا. طب معانا دلوقتي فيديو هنعرضه لمؤسسه ISI لتعليم الالمانيه وللطلاب وهم بيتعلموا في اللغه الالمانيه ورايهم في اللغه الالمانيه. الفيديو ده انا عامله مخصوص لمؤسسه اقرا في المنصوره. مؤسسه اقرا بالمنصوره، بشكر الدكتور محمد ابو النجا. حابب اشكر جدا هير احمد الجعبيري. بشكرك جدا دكتور محمد ابو النجا على مساعدتك لكل الاوراق كلها اللي ترجمتها لي، سعر جميل، سعر كويس، والف الف شكر دكتور محمد. الناس دي تعبوا معايا جدا الصراحه لحد ما وصلت هنا، زي ما حضراتكم شايفين انا حاليا في المانيا بفضل الناس دي، تعبوا معايا جدا فحابب اشكرهم جدا جدا بامانه. و هناك ترجمة معتمدة في المنصورة للسفارة الألمانية بسعر كويس، الصراحة ناس هناك أخلاق جدا وأسعارهم صراحة يعني أحسن من أسعار كتير. بدأت معاهم من الصفر من أول الكورسات خالص لحد ما وصلت هنا الحمد لله، وده يعني شكر كبير أوي 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 ليهم، هم يعني ما شاء الله إخواتي قبل أي حاجة، وبتمنى التوفيق للجميع ويا رب تحققوا اكتر من اللي انتوا بتتمنوه يا رب. وشكرا.
احنا شفنا دلوقتي فيديو للطلاب بتوع حضرتك اللي هم خارج مصر اللي هم في ألمانيا ورأيهم. ازاي انت قدرت تحبب الطلاب دول في المادة الألمانية؟ هو الطالب غالبا حاليا الحمد لله بقى عنده ثقافة ان هو بدأ بيقرأ وبيسمع وبدأ يستثمر، هو جاي تقريبا اول خطوة واخدها. باقي الخطوات ان احنا نكون معاه في الكورسات، في التركان المعتمدة، في القبول الجامعي، في السفر للعمل وما الى ذلك. احنا بنحاول نحفزه من خلال هو يعرف باقي التفاصيل الخاصة بموضوع السفر، وبالتالي هو واخد القرار ان هو عاوز يستثمر في نفسه وفي مستقبله وفي أسرته، فبياخد القرار ان هو يشوف أقرب أو أفضل طريق بالنسبة له يسافر من خلاله. أكيد. طيب حضرتك، هي ليها اللغة الألمانية ليها مجالات عمل داخل مصر؟ طبعا 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 في مجالات العمل بره مصر اللي هو في ألمانيا مثلا وجوه مصر. نتكلم عن جوه مصر، اول حاجه السيد طبعا وزير التربيه والتعليم قرر الالماني خلاص على اعدادي، فده بيفتح فرص اكتر للمعلمين ان لو معاك لغه طب انت ألمانية. شفت القرار ده ازاي، القرار الوزاري الخاص بتطبقها على الاعدادي، شفته ازاي القرار في اعدادي؟ كويس، لكن لو في ابتدائي بصراحه ضد اللغات. انا بحب الطفل او الطالب يتقن الاول اللغه العربيه اللغه الام وبعد كده يتحول لغه تانية. في اعدادي اعتقد ان هو كويس، بالعكس هيدي انطباع الطالب هيتاسس بشكل كويس جدا جدا في اعدادي وثانوي، يبقى اللغه معاه اقوى ان شاء الله. شايف ان هو كويس وان شاء الله يتم تفعيله باذنك انت يا رب ان شاء الله. وغير كده المرحله دي اكيد هتاهلهم ان في الجامعه وبعد الجامعه يبقى بالزبط. معاهم اللغه زيها زي الانجليزي وزي الفرنساوي، بحيث بالزبط. ان هم ممكن يستفيدوا بيها بعد كده، وخصوصا في ظل التطور التكنولوجي اللي بيحصل كل سنه غير السنه اللي قبلها. بالظبط طبعا كده. فعشان كده ارجع سؤال حضرتك اللي هو ايه المجالات. احنا قلنا طبعا انا هشتغل مدرس اعدادي او ثانويه عامه لو انا معايا لغه المانيه، كمان انا برضو لو مستوى قوي شويه هقدر ان انا اشتغل مدرب كورسات لغه المانيه ااهل اصلا الطالب اللي هيسافر لالمانيا هنا في مصر. كمان برضو اقدر ان انا اشتغل في مقطاع السياحه وقطاع عارض، طبعا اقدر ان اشتغل في قطاع السياحه. ايوه، لان عندنا فعلا ناس بتجينا من المانيا وبتبقى محتاجه فعلا اللغه. بالظبط كده، اكيد. كمان برضو في برضو ده مجال كتير جدا جدا، عشان بنقول للناس اللي هي لو ربنا مثلا يسر لها ودرست الماني سنه كامله وفي الاخر قالت مش هسافر المانيا، طب تقدر ان هي ترجع عن القرار ده؟ هل كده اللي هو خسرت معاها؟ لا بالعكس خالص، اقدر اشتغل كول سنتر مثلا، او سافر يعني ما توفقش ورجع تاني لبلده ويلاقي مجال تاني. بالظبط كده. فاشتغل كول سنتر حاليا في شركات دوليه برواتب مجزيه جدا جدا، يقدر اي حد يعمل سيرش حالا على الرواتب بتاع الكول سنتر، ما شاء الله راتب كويسه جدا جدا، ممكن توصل ل 25000 جنيه وده ممكن حد يعمل عنها سيرش دلوقتي حالا. أكيد. طيب بالنسبة للفرص اللي بتوفرها اللغة الألمانية خارج مصر، طيب هو احنا عندنا في اقرأ اي اس اي دايما بنعمل مؤتمرات وندوات على الجزئية دي، ازاي ان انت اقدر اوفر لك فرصة مناسبة لمؤهلك. تمام كده. فانت النهاردة بنعمل ندوات خاصة بالموضوع ده، ممكن اما ان رايح دراسة او رايح عمل ولا رايح مجال ثالث اسمه تدريب مهني او اوسبيلونج او مجال تطوع، فعلى حسب كل واحد انا بقدر النهارده اقول له فرصتك ايه ونسبتها كام في الميه وايه المطلوب او ايه المستوى اللغه المطلوب ليك عشان تقدر تسافر لالمانيا. بالنسبه بقى للخارج، الطلبه اللي بيخرجوا يتعلموا او يدرسوا بره مصر، تمام، لازم يتعلموا اللغه من هنا قبل ما يسافروا؟ طبعا لازم الطالب يكون معاه لغه قويه عشان خاطر في مستوى. مثلا لو انا رايح النمسا بحتاج شرط السفاره المستوى الثاني، لو انا رايح المانيا محتاج المستوى الثالث في تعلم اللغه الالمانيه، وطبعا بيحتاج بعد كده هناك مستوى بيكمله هناك. وممكن هو في بس شرط وحيد انه انا ممكن اسافر دراسه من غير لغه، شرط واحد بس اللي هو ايه بقى، اللي هو لو انا اصلا دارس هنا في مصر بالانجلش وجبت افاده ما يثبت انك درست بالانجلش، وقتها اقدر اسفره عن طريق الانجلش بس من غير ما ياخد لغه المانيه ويروح يتعلمها هناك. لا هيدرس بالانجليزي. بس في حاجه برضو حابه انوه عليها هنا برضو الامانه، انه كل اللي سافر بالانجلش تعب بعد كده، اللي مش معاها لغه البلد اللي هو رايحها بيتعب جدا جدا. حتى لو هتسافر بالانجلش رايي الشخص انك خد مستوى 2 عشان تعرف تتعامل مع اهل البلد هناك كويس جدا. طيب تمام، ايه الطرق بقى اللي حضرتك بتعتمد عليها في تعليم اللغه؟ في طبعا طرق تقليديه، انا طبعا مهمتي في مثلا او مهمه اي مدرب عندنا في اي اس اي بيعتمد على جزئيه مهمه جدا الا وهي الطرق التقليديه العاديه خالص، ان انا ازاي انجح الطالب او اخليه كويس في المهارات الاربعه، التحدث، الكتابه، الاستماع.
خلاص القراءه. في كمان طرق جانبيه زي مثلا ان انا سواء في اقرا اي اس اي او في جامعه المنصوره بنفعلها، هي فقره السينما، فيديوهات كده بسيطه خالص بنشغلها بنخلي الطالب يعيش الحدث شويه عن طريق مجموعات المحادثه اللي بتتعمل، مثلا ان الطالب يقدر يتكلم لغه المانيه كويس ولسانه يتفك، عن طريق برضو بيكون معاه فلاشه لازم يكون عليها ماتيريال كويس جدا يسمع منها، لان السمع جدا في التعلم في اي لغه حلو جدا. عمر الكورس ما بيبنى على المدرب بس، لازم الطالب لو مش متفاعل مع الكورس وبيذاكر خلاص مستواه مش هيتقدم لقدام يعني بمعنى اصح. فالصح ان هو لازم ياخد الفلاشه معاه في البيت، بقى عليها حاجات زياده كمان ان هو يتابع مع الكورس اول باول. طيب المؤسسه بتاعت حضرتك بيجي لها كل الاعمار ولا لازم بيبقى في مثلا اللي هو خلاص بقى عدى مرحله الثانويه، ولا بيجي مثلا في المرحله برضو العمريه اللي هي ما بين 10 و15 سنه وبيبقى عندهم حماس ان انا اجي اتعلم؟ تمام. ولا بيبقوا عندهم رهبه وخوف وكفايه علينا ان احنا نتعلم انجليزي او فرنساوي او اللغه العربيه؟ انا بس الوقت دول بس وقت الحلقه بس صغير كنت كده حضرتك فيديوهات او ريفيوهات عننا، بعض الطلبه سافرت في عمر صغير جدا جدا، كانوا بيتعاملوا بلم شمل دول معانا، سن التمريض حاليا لحد 45 سنه، ففضل الله معانا كل الاعمار. امبارح كان في كورس تعريف المؤسسه، كان معايا ثانويه عامه في اعدادي وفي ثانويه عامه لحد سن تقريبا 40 سنه، لان حاليا عند سن العمل التمريض وصل ل 45 سنه حاليا، فاذا في كل الاعمار، بس بحاول اجمع المجموعات اللي سنها صغير مع بعضه واللي سنها كبير شويه نوعا ما مع بعضها، بحيث يكون في توأمه شويه في الشرح. اكيد اكيد. طب معانا دلوقتي فيديو للخدمات اللي بتقدمها مؤسسه اي اس اي لتعليم الالمانيه، هنخرج نشوفه ونرجع تاني نكمل مع حضرتك. هالو، ich bin die Marien, komme aus Österreich und begrüße Sie herzlich sehr hier bei ISI Iqra Sprachinstitut in Mansoura. Und bin nämlich sehr stolz darauf, dass ich hier bei ISI arbeite. Warum ISI? Bei uns in ISI gibt es nämlich zahlreiche Vorteile. Vor allem die respektvolle Behandlung und die sehr geehrten Geschäftsführer und auch Studenten. Außerdem ist es sehr bemerkenswert, dass die Interaktion zwischen den Studenten und den Lehrkräften stimmungsvoll und voller Heiterkeit ist. Darüber hinaus sind die Kursräume von ISI mit modernen technologischen Hilfsmitteln ausgestattet. Dennoch ist es ganz einfach zu erreichen, da es sich ganz in der Nähe von Mansoura Universität befindet. Um nach Deutschland und nach Österreich reisen zu dürfen, soll man vorher die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen. Vor allem das Erwerben der deutschen Sprache. Deshalb bietet ISI hier über eine ganzheitliche Förderung mit allen Dienstleistungen von A bis Z für diejenigen, die nach Deutschland oder nach Österreich reisen möchten. ISI bietet allgemeine Sprachkurse, Konversationskurse, Vorbereitungskurse und auch Kinderkurse an und diese zu sehr günstigen und ermäßigten Preisen. Dennoch verfügt es über eine von der Botschaft beglaubigte Übersetzung. Darüber hinaus steht ISI Hand in Hand mit den Studenten, bis sie ihre Träume und Ziele in Erfüllung bringen. Sei es Studienzulassung, Stipendien, Ausbildung, Bescheideausstellung oder auch kostenfreie Arbeitsverträge, insbesondere für Pflegekräfte. Schließlich bietet ISI auch anerkannte Prüfungen an. Jeder von euch kann sich jetzt ganz einfach und tadellos für ISI Deutschkurse anmelden und die deutsche Sprache Schritt für Schritt erlernen oder auch deutlich verbessern. Wir freuen uns sehr auf euch. Bis dann. Tschüss. ومكملين معاكم. ودلوقتي بقى احنا شفنا الفيديو المهم ده عن المؤسسة، هي لغة صعبة يعني بياخد الكورس منك قد ايه علشان يطلع معاك درجة الطالب خلاص اتعلم وتقول له خلاص انت كده تقدر تمارس عادي الشغل باللغة الألمانية؟ بالنسبة زي ما قلت لحضرتك قبل كده، هو على حسب هو رايح لإيه وإيه المستوى المطلوب منه، بس في البداية خاصة بالسؤال ده، انا اول ما الطالب يجي لي ياخد كورس اول حاجه في المؤسسه اقرا اي اس اي بدي له اول حاجه اسبوع يعرف الاول نظام الكورس، يتعرف على ايه المكان نفسه بيقدم له ايه، كورسات ترجمه معتمده، قبول جامعي، لازم يكون عارف المكان ده جودته من الناحيه التعليميه. الحاجه الثانيه بياخد الكورس وفي نص الكورس بعمل توقف، براجع له الاول على اللي فات عشان اضمن اللي هو مره على القواعد مره المحادثه، واعمل امتحان شامل على الجزء اللي فات، وبعد كده بعمل نفس الكلام في اخر الكورس. فتقريبا
بيوصل المده كلها في الكورس الواحد او المستوى الواحد من شهرين ونص لثلاث شهور الى اسبوع. طيب هو محتاج لو رايح لم شمل بيحتاج المستوى الاول بس، لو رايح النمسا بيحتاج مستويين يعني تقريبا بنخش في 6 شهور. لو محتاج المستوى الثالث وده اكترهم عشان رايحين القبول الجامعي خلاص او بعض الاماكن محتاج عمل بالمستوى ده بس 9 شهور تقريبا. بس طبعا في كورس بعده تحضيري يحضر للامتحان كويس عشان يخش الامتحان المعتمد لدولة ألمانيا. طيب في صعوبات بتواجه حضرتك مع الطلبة؟ أكيد طبعا في صعوبات، طبعا في ظل العامل المادي مثلا طالب نوعا ما موضوع الرسوم أحيانا موضوع بيشتغل مثلا ممرض بيشتغل في شيفتين في مكان يعني في مكان مختلفين، أحيانا طالب أصلا بيدرس وعنده امتحانات قبله امتحانات. بنحاول نعالج ده بإن احنا يعني مثلا نشوف لو جروب تاني ندخله فيه، نحاول في المراجعة إن احنا نحضر له كويس، كل ده بنحاول نتغلب عليه بالتفاهم مع الطالب، لأن يعني الطالب عندنا في المؤسسة الحمد لله مش مجرد طالب، لأ ده يعتبر أخونا الصغير أو أختنا الكبيرة بتدرس معانا، فهو بيحس بالجو ده معانا في المؤسسة إن شاء الله. أكيد، وبتقدر تتغلب على كل المشاكل دي طبعا بخبرة حضرتك في المؤسسة طبعا. وأكيد بتدي يعني بعد إنهاء الكورس بياخدوا أي مثلا حاجة معتمدة مثلا من ان هو كويس بحيث يحتاجها معاه للسفر، ولا بتكتفي ان خلاص ده خلاص بقى بيقدر يتكلم ألمانية؟ تمام، هو طبعا لازم محتاج شهادة لغة ألمانية. أيوه. وتكون معتمدة. طيب انا بحكم ان انا محاضر في مركز السبب العلمي بالجامعة بقدر اجيب له شهادة معتمدة من الجامعة لو احتاجها في سوق العمل المصري. طيب لو هو محتاجها مثلا لسفارة ألمانيا، لا هي ألمانيا حددها حوالي 4 جهات بس هي تقدر من خلالها تسافر عن طريقها، فاحنا للامانه مش منهم الى الان. بجري في ان انا ان شاء الله اعمل الترخيص ده، بس الان مش منهم بصراحه الامانه يعني. اكيد. طيب يا فندم ايه اهم مجالات السفر لالمانيا؟ طيب هو باختصار هقول بس سريعا وارجع افصل كل واحده. أكيد. اول حاجه الدراسه، ده انا رايح ادرس المانيا. الحاجه الثانيه ان انا رايح عمل. الحاجه الثالثه ان انا رايح مجال ثالث اسمه اوسبيلونج او تدريب مهني. الحاجه الرابعه مجال اسمه التطوع. الحاجة الخامسة مجال لم شمل. الحاجة السادسة سياحة أو سياحة علاجية أو في مجال أعمال. دي المجالات اللي أي حد عاوز يسافر بيسافر عن طريقها لألمانيا. أول حاجة الدراسة، طالب قرر أنه يدرس باشلر أو بكالوريوس ألمانيا أو خد بكالوريوس وعاوز يكمل ماستر في ألمانيا، طبعا دي لها شروطها وده مطلوب من المستوى الثالث في اللغة الألمانية. بالنسبه للعمل طبعا محتاج برضه قبول جامعي، والحمد لله برضه في اي اس اي اقرا بقدر اوفر له القبول الجامعي ده في 3 جامعات مختلفه في المانيا. المجال الثاني العمل، والعمل هنا نوعين، العمل مباشر يعني اطلع اشتغل من اول يوم زي مجال تمريض، وبعض المجالات يقول لك لا هتشتغل بس اعمل اول معادله الاول خلاص. النوع الثالث او المجال الثالث اللي هو التدريب المهني، ده تقريبا معظم مصر هتروحها عليه قريب، اللي هو التدريب المهني او الاوسبيلونج اللي هو ملهوش مجال شغل من هنا من مصر، فبيطلع يغير مجال معين دراسه مع شغل، ده بياخد عليه راتب ومثل المجال ده ان هو ملوش حساب بنكي. ده احنا ما اتكلمناش لسه على الحساب البنكي. لسه هنجيله بس ممكن نجيله ان شاء الله. هكلم بس نتكلم نكمل يعني في فرص ثانيه مثلا للعمل خارج مصر. المجال ده يعتبر عمل لانه هو بيطلع يدرس وياخد راتب. بيطلع يدرس يعني مثلا انا مثلا انت رايح تعمل تدريب مهني في تمريض، فبيشتغل مثلا بيروح يومين مدرسه وثلاث ايام المستشفى خلاص، هيعتبر بيدرس نظري وبيروح يشتغل عملي، هنا بياخد راتب خلاص، وبعد 3 سنين من الدراسه بياخد شهاده دوليه، وكمان بيقدر يشتغل شغل رسمي كممرض رسمي باجر مضاعف. طيب تمام. بالنسبه للحساب البنكي بقى، لو حد مش معاه حساب بنكي يقدر يطلع دراسه عادي ولا لازم يبقى معاه؟ هو حساب البنك فكرته، ولو في مجال يعني تاني يقدر يطلع ازاي من غير ما يبقى في حساب بنك؟ تمام حاضر. بالنسبه للحساب البنك فكرته لو انا رايح اعمل حاجه معينه في المانيا ومش هاخد فلوس لازم يكون في حساب بنك، اللي هو الدراسه يعني انا رايح ادرس مجال معين فلازم يكون في حساب بنكي يغطي مصاريفك الشخصيه على اساس لو انت ما اشتغلتش شغل جانبي مع الدراسه. الحساب البنكي اعتقد بيقدر ب 11200 يورو لو حد عاوز يروح يدرس، لو دول جاهزين بيقدر ان هو يشتغل. بس هنا حاجه، هو بياخدهم تاني مش بيروحوا عليه، يعني كل شهر بياخد جزء معين من المبلغ ده. طيب انا عاوز اسافر ادرس ومش معايا حساب بنكي، في طريقتين اقدر اتغلب عليهم لو متاحين. في حاجه اسمها الضامن، والضامن ده ان هو يضمنك ما تدفعش حساب البنك بحيث لو تعثرت في حاجه يرجعوا للضامن مش ليك انت.
تمام. بعض الشركات حاليا بتعمل كده في المانيا، ممكن تاخد منك مبلغ صغير مقابل ان تضمنك. دول حلين في موضوع الضامن اللي في المانيا. بالنسبه لي طب لا انا مش معايا ده، مش معايا ضامن ومش معايا شركه او مش معايا ادفع للشركه توفر الموضوع ده، بعمل ايه؟ بطلع على مجال اللي هو التدريب المهني اللي هو الاوس بيلدون. ده المجال المتاح حاليا ان انا اطلع من غير حساب بنكي واطلع اشتغل وادرس واخد راتب يكفيني الشهر ويفيدني كمان. اكيد ده كمان حل كويس وفي تسهيلات كبيره طبعا. للطالب ان هو يدرس وفي نفس الوقت بياخد مقابل مادي، وخصوصا ان هو ده خارج مصر واكيد بيبقى محتاج تمويل مادي ليه طول طبعا. حياته يعني طبعا. الطلاب دول بيتواصلوا معاك بقى بعد ما بيروحوا المانيا ولا خلاص يعني؟ احلى حاجه بصراحه يعني في طبعا كل حاجه موجوده، في طالب بينسى بس بصراحه الامانه في ناس كتير جدا بتيجي تنزل، واهم حاجه بيكون معاهم شوكليت الماني. ايوه ايوه حقيقه فعلا. بصراحه ويعني الامانه برضه بيقدرهم، هي حاجه بسيطه رمزيه بس فكره ان هم فاكرين الواحد وخلاص سافروا وكده بس فاكريننا لسه، ولان كنا بصراحه بنعاملهم كاخوات الصغيرين او الكبار، فبصراحه بتفرق معاه جدا جدا ان هو نازل اجازه بيسلم عليا جايب مثلا هديه بسيطه مثلا زي شوكولاته، بقدر افتكر ان هو قد ايه فاكرني يعني. طب بصراحة. بتحس بقى انك فرحان طبعا ان دول طلابك وانت فخور بيهم يعني؟ على قد ما في افاده ماديه من موضوع الكورسات والترجمه، على قد بصراحه ما في افاده معنويه ان حسيت ان انا حققت لحد حلمه. ان هو عاوز يسافر المانيا وكان حلم حياته يسافر ويدرس او يشتغل، انا ساعدته في ده او وقفت معاه في ده وشوف بالتليفون اطمن عليه اخبارك عامل ايه الكلام ده كله، بصراحه ده طبعا احساس كويس جدا يعني. ايه النصايح دايما اللي بتقولها لطلابك؟ النصايح اللي بقولها للطلاب بقول له انت درست في مصر مثلا ممكن 22 سنه دراسه، كنت لسه في كورس تعريف امبارح لسه اليوم الكلام ده. انت درست في مصر حوالي 22 سنه، اما ان انت مثلا مش لاقي وظيفه بمؤهلك او لاقي بس العائد لسه مش مرضي بالنسبه لك قوي خلاص، فانت ممكن تدرس سنه الماني تتوج كل اللي انت عملته ده وتقدر من خلالها تكمل حسب مجالك، لو انت ليك عمل مباشر زي تمريض او ليك مثلا مجال زي الاي تي او الذكاء الاصطناعي، وطبعا مجالات خدمه اجتماعيه علم نفس طبعا دي كلها مجالات عليها اقبال قريب ان شاء الله، يقدر ان هو ياسس لنفسه يشوف مكان ياخد فيه كورسات اللغه الالمانيه يكون جوارته كويسه بيهتم بالطالب بيعمل له الحمد لله في اي اقرا، مش بس كورسات لا ده كورسات والترجمه معتمده من السفاره الالمانيه وكمان قبول جميع الاوراق ده اللي بيميز مؤسسه حضرتك عن اي مؤسسه الحمد لله هو متكامل لسه بس خدمه واحده بس موضوع الامتحان المعتمد، وان شاء الله تسمع خبر كويس ان شاء الله في اقرب وقت عن موضوع الامتحان ده. طبعا ده يعني بنصحه ان هو لا يستثمر، خلاص العالم كله متجه لالمانيا ان هو يلحق يستثمر مستقبلك والحق ابدا من الصيف ده انك انت تستثمر اللغه الالمانيه وتحاول تكون هي ان شاء الله مجال لتغيير ثقافتك، مجال للعمل المادي، مجال الاسره، مجال للم الشمل بعد كده الاسره ان شاء الله. طيب في النهايه بقى للاسف عايزين من حضرتك كلمه اخيره تحب تقولها. كلمه اخيره طبعا اتمنى ان كل الشباب الفتره اللي جايه يقدروا يفكروا بشكل كويس في مستقبلهم ويشوف ايه الخطوات اللي هو محتاجها ويشتغل عليها. وحاجه اخيره لو وقت الحلقه يعني ما لحقناش ان احنا نوضح بعض الامور التفاصيل هيبقى لينا حلقات جايه ان شاء الله باذن الله، ده لغه مهمه ولازم نشرح تفاصيلها اكتر من كده ان شاء الله. يا شرف طبعا. يقدر ان هو انا في فضل برضو عامل في المؤسسه عندنا في المنصوره عامل فقره اسمها تحديد مسار، يقدر ان هو يحجز مقابله مجانيه بميعاد مسبق واقدر اوضح له كل التفاصيل دي. طبعا اي حد يقدر يشرفنا في المنصوره في مقر المؤسسه ان احنا نقول له ايه اسهل طريق ليك وايه الاوراق المطلوبه وازاي تشتغل عليها ان شاء الله. في النهايه شرفتني جدا، استفدت من معلومات حضرتك عن اللغه الالمانيه. في النهايه بشكر ضيفي الدكتور محمد فاضل ابو النجا مالك ومدير مؤسسه ISI لتعليم الالمانيه والترجمه المعتمده بالمنصوره ومحاضر لغه المانيه بمركز الحساب العلمي بجامعه المنصوره. استنونا بعد الفاصل وفقره ثانيه عن تربيه الدواجن.